أيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: ما هو النفاس؟ جواب: النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. سؤال: ما هي الاستحاضة؟ جواب: الاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض. والنفاس. سؤال: اذكر أقل مدة الحيض. جواب: أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشرة يوما جديد أبي يوما وغالبه ست أو سبع. سؤال: اذكر أقل مدة النفاس. جواب: أقل مدة النفاس لحظة، وأكثره ستون يوما، وغالبه أربعون يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال: ما هو النفاس؟ جواب: النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. سؤال: ما هي الاستحاضة؟ جواب: الاستحاضة هي الدم الخارج في غير أيام الحيض. والنفاس. سؤال: اذكر أقل مدة الحيض. جواب: أقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه ست أو سبع. سؤال: اذكر أقل مدة النفاس. أقل مدة النفاس لحظة، وأكثره ستون يوما، وغالبه أربعون يوما. Good. قربان جواتي بلدي سكوا بتبتم. قربان اتباهي جلسوا. غربا رب ركاز يار مجا رب راتي كي كيسه گلچ والله کوي رب رانه مدو تي كي كيسه گلچ بلدي کو فتي كي كيسه گلو دي ابا وكاو رب رانه تي اي 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 اي